ما الأسباب المعينة على صلاح الأولاد؟ الأسباب المعينة أن يعتقد الإنسان ربه فيهم، وأن يوجههم توجيها دينيا، ويربيهم تربية صالحة مع سؤال الله تعالى أن يصلحهم ويجعلهم قرة عين الله. ما حكم الشرع في نظركم بعدم إنصاف الوالدين لأبنائهم؟ نعم، العدل بين الأولاد واجب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما ثبت عن الحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وعن أبيه أن أباه نحله نحلة، يعني أعطاه عطية، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشتاه عليها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألك بنون؟ قال: نعم. فقال: أعطيتهم كلهم مثله؟ قال: لا. فقال عليه الصلاة والسلام: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. ثم قال: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. في هذا الحديث أن ترك العدل بين الأولاد جور، وأن العدل واجب، فيجب على الإنسان أن يعدل بين أولاده، ولكن يفضل الذكر على الأنثى، فيعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، لأنه لا قسمة أعدل من قسمة الله عز وجل، وقد قال الله تعالى: يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا في عطية التبرع، أما العطية التي يراد بها دفع الحاجة فهذه العدل في هذه أن يعطي كل إنسان منهم ما يحتاجه. فإذا قدر أن الرجل له أولاد منهم من بلغ سن الزواج وطلب الزواج فزوجه أبوه، فإنه لا يجب عليه أن يعطي إخوانه الآخرين مثل المهر الذي أعطى هذا الرجل هذا الولد، بل لا يجوز له ذلك، لأن هؤلاء الآخرين لم يحتاجوا إلى المهر حتى يعطيهم. وإنني بهذه المناسبة أود أن أنبه إلى حال أو إلى أمر يفعله بعض الناس، وهو أنه يزوج أولاده الكبار الذين بلغوا سن الزواج وطلبوه، ويكون له أولاد صغار فيوصي لهم بشيء من المال يكون مهرا لهم إذا احتاجوا إلى الزواج، يوصي لهم بذلك بعد موته، فإن هذه الوصية حرام ولا تصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالد. وهؤلاء الأولاد الذين لم يتزوجوا إن أبقاه الله حتى أدرك سن زواجهم وقدر أن يزوجهم زوجهم، وإلا فإن أمرهم إلى الله، ويتزوجون بالمال الذي يحصل لهم من الميراث أو لا يكتسبونه من جهات. سؤالها الآخر تقول: منذ عدة سنوات رزقني الله بطفل وبعد ولادته امتنعت عن رضاعته، وأخذت من أجل ذلك أدوية لا لشيء إنما للحياء آنذاك في نفسي، وبعد ذلك ندمت أشد الندم، وكل ما مر علي ذلك الموقف أتألم أشد الألم، وإنني نادمة على ذلك. أرجو من الشيخ أن يشرح لي عملي هذا ووفقه الله. نقول: ما دامت إن المرأة هذه قد أحست بما فعلت وندمت عليه، فإن الله سبحانه وتعالى يعفو عنها ما حصل منها. نعم. وليس في ذلك شيء عليها بعد أن ندمت وتابت واستغفرت من ذنبها. الحقيقة معاملة الأب للابن وهي من المسائل الاجتماعية. يقول لي: مشكلة ضعها بين أيديكم رجيا من الله أن أجد لها حل. أنا رجل في سن 28 وكفيف النظر وطالب بمعهد النور بالصف الثاني متوسط، ولي والد يعاملني معاملة سيئة ودائم الخلاف معي منذ أن التحقت المعهد، وأنا أتقاضى مكافأة شهرية من المعهد قدرها 375 ريال أعطيها له كلها على أمل أن يعطيني منها ما أحتاج لها فحاجاتي، ولكن عندما طلبت منه مبلغ لأشتري ما أحتاجه رفض، وقال: هذا المبلغ نظير أكلك وشربك فقط، وليس لك الحق في طلب أي شيء، مع العلم بأن أكلي وشربي هو القوت الضروري الذي يعيشني فقط، علما بأن حالته المادية لا بأس بها وعنده. وعندما وجدت منه ذلك حاولت الاحتفاظ بجزء منها لي، ومن هنا بدأ الخلاف، فطردني من المنزل دون سبب، وحاولت الرجوع إليه مستعينا بأهل الخير ولكن لم أدم طويلا، وطردني ثانية بدون سبب، وتكررت هذه الحالة، وأنا أعيش مشرد في شوارع البلد دون مأوى أو مكان يأويني مما تسبب عنه رسوبي بالمعهد. ويقول: علما أني لم أعلمكم بأن زوجته هي غير أمي، فهي زوجته امرأة أبي، ولا أعتقد أن السبب منها، حيث لم أجد منها ما يسيء إلي، وأعتقد بأن السبب هو والدي فقط. فأيضا يقول: وأنا الآن مشرد في الشوارع، وما الحل أو ما هو الطريق الصحيح؟ أرجو الإفادة وفقكم. الحمد لله. أقول إن هذه الحال من أبيك لا تنبغي، بل الواجب عليه أن يقوم بكفايتك إذا كان قادرا من ماله، فإن لم يكن قادرا فمن الراتب الذي تتسلمه من معهد النور، ولا يحل له أن ينقصك كفايتك سواء أخذ منك الراتب أم لم يأخذ، لأن إنفاق الأب على ولده واجب
لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني المرضعات، لأنه هو الذي ينفق على ولده. والذي أنصح به والدك أن يتقي الله تعالى في معاملتك إذا صح ما نسبته إليه، وأن يقوم بكفايتك على الوجه المطلوب لينال بذلك الأجر من الله، وليكون ذلك عونا لك على بره في حياته وبعد مماته. نعم. تقول هناك بعض الأهالي يسبون أبناءهم، ما جزاء ذلك وما نصيحتكم لهم؟ سب الأبناء يقع على وجهين. نعم. الوجه الأول أن يكون مقصودا قد عقد عليه القلب، فهذا لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، إلا إذا كان هناك ضرورة أو حاجة تدعو إليه، فإنه يجوز منه ما تدعو الحاجة أو الضرورة إليه فقط. وثاني أن يقع على وجه غير مقصود ولا مراد، ولكنه يجري على اللسان بغير قصد، فهذا يعتبر لغوا لا يؤاخذ عليه العبد، ولكن ينبغي أن يطهر لسانه منه، كما يقع كثيرا من النساء تدعو على أولادهن بالموت وبالعذاب وبالكسر وبالمرض وما أشبه ذلك، لكن بغير قصد، لأن نعلم علم اليقين أنها تكره أشد الكراهة أن يقع ما تدعو به على ابنها، ولكن يحدث هذا بلا قصد، فهذا لا يعذب عليه الإنسان، ولكن ينبغي له أن يطهر لسانه من ذلك. بارك الله فيكم. تذكر بأنها فتاة تدرس بالجامعة تشكو من قسوة والدتها عليها، تقول حيث أنني لا أعرف كيف أرضيها، إذ أنني أقوم بواجباتي نحو ربي من صلاة وصوم وعبادات ونوافل، ولكن قرأت بأن الله عز وجل لا يقبل أعمالي طالما أن أحد الوالدين أو كلاهما غير راض عني. أقول إن هذه الفتاة السائلة إذا كانت محافظة على دينها على الوجه الذي يرضي الله عز وجل، وكانت أمها صعبة عليها ولا ترضى عنها، فإن ذلك لا يضرها ما دامت مطيعة لله قائمة بأمر الله، ولكن عليها أن تداري الأم، وإذا غضبت الأم فلتبتسم في وجهها، وإذا تكلمت عليها ورفعت صوتها فلتخفض الصوت عن البنت. وبهذه المدارات وسؤال الله تبارك وتعالى أن يلين قلب أمها وأن يجعل فيه الرحمة يكون خير إن شاء الله. هل يجوز ضرب الطفل إذا أخطأ وهو صغير؟ وهل يؤثر هذا الضرب على نفسية الطفل؟ وكيف يكون توجيه الطفل في مثل هذه المرحلة؟ إذا كان الطفل يتأدب بالضرب ولم يكن بد منه فلا بأس به، وقد جرت عادة الناس على هذا. وإذا كان لا يتأدب كطفل في النهج جعل يصيح فتضربه أمه مثلا، هذا لا يجوز، لأن فيه إيلاما بلا فائدة، والمدار كله على هل هذا الضرب يتأدب به الطفل أو لا يتأدب. وإذا كان يتأدب به فلا يضرب ضربا مبرحا، لا يضرب على الوجه مثلا ولا على المحل القاتل، وإنما يضرب على الظهر أو الكتف أو ما أشبه ذلك مما لا يكون سببا في هلاكه. والضرب على الوجه له خطره، لأن الوجه هو أعلى ما يكون في الإنسان وأكثر ما يكون على الإنسان، وإذا ضرب عليه أصابه من الذل والهوان أكثر مما لو ضرب على ظهره، ولهذا نهي عن الضرب على الوجه. نعم.